بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ودلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار المرور في القاهرة والمحافظات المختلفة. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. لمياء، إيه الأكلة اللي أنت يعني بتحبي تاكليها ومهما كانت منها ما بتزهقيش؟ شوف، أنا مبدئيا بحب المطبخ قوي، ومعاك بقى في محاشي بقى وصواني وطواجن، بعرف اعمل الحاجات دي وليا التاتش بتاعي. انما في الشتاء بالذات انا بحب اشرب اكتر ما اكل، يعني الحاجات السخنه طول الوقت موجوده عندي في المطبخ وبستسهلها قوي. لكن لو هصحى زي ما منى كانت بتقول بقى الليل اخر الليل وكده، هصحى اعمل بيتزا. بيتزا ويشموا الريحه وينزلوا. تعملي ايه؟ بعمل بيتزا. مش انتي عامله دايت؟ بس هاكل بيتزا، فنقعد ناكل كلنا بيتزا. بحب قوي اعملها. البيتزا دايت برضو يا رامي؟ يعني دايت مش عارفه بقى اني مقاييس، بس تمام انا بحب اعمل بيتزا جدا، يعني لما ببقى قاعده فاضيه بتسلى فيها. دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها بالليل متاخر. هندوق ونحكم طبعا، هعمل. اتفضلي. بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة لكنها لا تؤثر على معدل الحركة، وده معانا لحد منطقة رمسيس، وبعديها بيكون في سيولة لحد نزلة غمرة. بعد كده هتكمل معنا السيولة المرورية لحد نهاية كوبري أكتوبر. شارع رمسيس بيشهد كثافات بسيطة لكنها غير مؤثرة بامتداد الشارع، وبتكمل معنا السيولة لحد طريق النصر وكوبري 15 مايو، كمان المتجه للمهندسين عليه بعض الكثافات المرورية واللي ناتجة عن بعض التحويلات وبعض أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد بشارع أحمد عرابي. لكن الاتجاه الثاني اللي قادم من ميدان لبنان في سيولة مرورية، كمان الكورنيش من المظلات لوسط البلد في كثافات مرورية بسيطة معتادة يوميا وبتقل مع ساعات الذروة الصباحية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي بعض الكثافات عند منطقة الويلي ولغاية كوبري الساحل والأمرية. أما أعلى الأوتوستراد في سيولة مرورية نسبية بتقل بعد شوية للقادم من مناطق حلوان ومتجه للمعادي والمقطم. أما مطلع المقطم المتجه من لمحور صلاح سالم مغلق بسبب أعمال إنشائية. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، ونبتدي بشارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الشارع أو في الطريق، يعني في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وفي شارع العريش ومذكور والطلبية. وبتظهر كثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية في شارع العريش ومكملة لحد الطلبية. كمان في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية كبيرة بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة كمان. أما محور صفت فيه كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. وناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر واتجاه إجباري لنفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو رود الفرج. أما ميدان سفنكس تم فتحه تجريبيا للمتجه إلى عرابي، لكن عمليات توسعة كوبري 15 مايو لسه مستمرة وبتسبب كثافات مرورية. في محافظة اسكندرية اللي رفعت درجة الاستعداد تزامنا مع نوة الكرم واللي بتتعرض لها المحافظة وبتسبب طبعا أمطار غزيرة على مدار 6 أيام، وبسبب الأمطار هنلاقي بعض الكثافات في الشوارع الداخلية. كمان في كثافات بسيطة في المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة إنما نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر هناك اللي بتشهد الطريق حواليها كثافات مرورية بسيطة. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، طريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي، كمان في بعض الكثافات المرورية.
خلصت جولتنا المرورية دلوقتي، يعني خلونا ناخد بالنا شوية لأنه في شبورة مائية بتكون بالليل متأخر وبتكمل لحد الصبح بدري، ممكن تأثر على الرؤية الأفقية في الطرق المختلفة الزراعية والصحراوية وغيرها. نلتزم بالإشارات المرورية وبالتعليمات المرورية عشان نوصل أشغالنا وبيوتنا بألف سلامة. مرة تانية نرجع لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا لك يا لمى.